ومع اقتراب العام 2020 من نهايته، ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصاد العام الإخباري وللحديث عن الانتخابات المنتظرة في منتصف الشهر القادم في ظل استمرار المحاصصة في الحياة السياسية العراقية، ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب من اسطنبول. دكتور جاسم الشمري، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور. انتخابات مبكرة يعني اقترح موعدها الكاظمي في منتصف العام المقبل، ما الإضافة التي يمكن أن تضيفها هذه الانتخابات عن سابقاتها في الأعوام 17 الماضية من بعد الاحتلال؟ شكرا لكم. يعني أعتقد أنه هذه الانتخابات، قبل أن نتحدث عن الإضافة التي يمكن أن تضيفها هذه الانتخابات، هناك شبه يقين على أن هذه الانتخابات لن تتم في الموعد الذي قررته الحكومة في منتصف العام القادم، لأكثر من يعني من معطى ومن سبب موجود على أرض الواقع. وعليه أعتقد أن الحكومة ستحرج نفسها جدا بالتوقيتات التي قطعتها على نفسها، ذلك لأن هنالك يعني معوقات لوجستية كبيرة، وأيضا يعني الواقع السياسي في العراق سيقلب الطاولة ربما على الجميع بما فيهم الواقع الاقتصادي، لأن بعض الخبراء يؤكدون إن بقيت أسعار النفط على هذا الوضع الحالي فإن العراق سيشهد إفلاسا واضحا، ربما سيؤدي إلى إنهاء المشهد السياسي في عموم الدولة العراقية. وبالأمس الشريف بن علي تحدث، علي بن حسين تحدث عن السيناريوهات المرتقبة الممكنة في العراق، وذكر منها السيناريو المصري. وبالتالي أعتقد أن الأيام القادمة مليئة بالأحداث التي ستعرقل المشهد السياسي في العراق، والحديث عن انتخابات هو نوع من الخيال لا يمكن الوصول له حتى لو كان خلال 6 أشهر مقبلة. مع ذلك يعني الكثير من المراقبين وبعض حتى المنخرطين في العملية السياسية تحدثوا عن آلية هذه الانتخابات، ووصفوا أن هناك يعني عوارا يشيب الانتخابات المنتظرة قبل الشروع بالبدء فيها، يعني مثلا البطاقة الإلكترونية التي يعارض البعض العمل بها لتعريف أو للتعريف بالناخب، وكذلك كشوف الناخبين التي لم تنقح وغيرها. يعني إلى أي مدى ترى أن هناك إرادة حقيقية فعلا لترميم هذه الخروق؟ يعني حتى لو يعني تكلمنا بمنطق حسن النية، الواقع لا يتفق مع حسن النية. على سبيل المثال، قبل 3 أيام جمع أكثر من 130 نائبا توقيعاتهم من أجل استجواب رئيس الحكومة ووزير المالية ومسؤول البنك المركزي العراقي. وبالأمس رأينا أن فقط 15 نائبا من بين 130 حضروا إلى قاعة البرلمان، وبالتالي هنالك نفور، يعني سيكون هنالك نفور شعبي حقيقي من المشاركة في العملية السياسية في العملية الانتخابية. القضية بتقديري لا تتعلق بالبطاقة البيومترية ولا بالتحضيرات اللوجستية، هنالك نفور شعبي. ثورة تشرين جعلت نمو في الوعي الشعبي العراقي، وجعلت هذا الوعي يصل إلى مرحلة النفور. إن كانت الانتخابات الماضية وصلت إلى أقل من 20%، ربما هذه الانتخابات لن تكون أكثر من 10%. وبالتالي لا يمكن أن نتفهم كيف يمكن أن تكون انتخابات بنسبة 10% هي انتخابات شرعية وحقيقية وتمثل الشعب العراقي. مثلا على سبيل المثال، يعني الحكومة ذكرت أنها ستبدأ يعني في الشهر القادم بتحديث البطاقات أو المعلومات للناخبين. ورأينا قبل أكثر من أسبوعين يعني أحد الكتل الكبيرة في العراق بدأت عبر يعني أشخاص تابعين لها
بتحديث يعني معلومات الناخبين في شيء غريب جدا، ولا ندري يعني كيف تم هذا الأمر. وعليه هنالك أطراف من الآن بدأت تتحدث عن أن رئاسة الوزراء هي لها، وهذا الأمر لا يمكن البت به، لأننا يفترض نتحدث عن انتخابات نزيهة، ومن يتحدث عن انتخابات نزيهة يفترض أن يتوقع الخسارة ويتوقع الربح. أيوة. أما أن يحسم قضية رئاسة الوزراء له فهذا يؤكد أن هنالك يعني تطمينات بالتزوير ستكون في المرحلة القادمة. لو افترضنا أن يعني ما جرى في الانتخابات يعني الماضية لم يجري أو سوف لن يجري في هذه الانتخابات القادمة، يعني هل يمكن أن تنتج هذه الانتخابات لو توافرت فيها الظروف الصحيحة مثلا والمعايير السليمة، هل ممكن أن تنتج برلمانا ومن ثم حكومة تعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب العراقي وتساعد الشعب في الحصول على حقوقه في حين أن النظام هو نفس النظام قائم على المحاصصة؟ هذا الافتراض سيدي الكريم لا يمكن أن يكون، لأننا حينما نتحدث عن خلل في أساس المنظومة السياسية في العراق فلا يمكن أن نتوقع أن يكون هنالك زرعا مثمرا على أرض غير صالحة للزراعة، وبالتالي هنالك خلل في أرضية العملية السياسية في العراق. نحن بحاجة إلى إعادة حرث هذه الأرض عبر بذور حقيقية وطنية نقية تعمل من أجل مصلحة العراق والعراقيين. أما الواقع الحالي فلا أعتقد أنه الموجود الحالي يمكن أن يثمر عن برلمان عراقي حقيقي وطني أصيل. وعليه القضية بحاجة إلى استمرار المظاهرات، بحاجة إلى عدم القبول بأن تكون الانتخابات المقبلة هي انتخابات مذكرة على اعتبار أنها مطلب جماهيري. لا أعتقد أن هذا هو المطلب الأهم من ضمن مطالب مظاهرات تشرين. لم يكن الغاية هي فقط تقريب الانتخابات، وإنما الغاية هي تخليص العراق من القتلة والمجرمين والقوى غير الشرعية في البلاد. وبالتالي القضية لا يمكن أن تحصر بقضية تقريب الانتخابات. القضية معقدة وبحاجة إلى فعل حكومي حقيقي لم نره حتى الآن. دكتور جاسم، بالحديث عن يعني مقاطعة الشعب العراقي للانتخابات الماضية بنسبة 80%، هل من المعقول أن بعد أن ثار الشعب على الأحزاب الطائفية وعلى القوات الأمنية على الميليشيات الطائفية بعد كل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا على الأرض العراقية في سبيل تحقيق مطالب مشروعة في ثورة سلمية، هل من المعقول أن يشاركون في انتخابات يعني عرفت هذه الانتخابات أنها دائما مبنية على التزوير، دائما مبنية على عدم تحقيق طموحات الشعب العراقي؟ والله من يشارك في الانتخابات القادمة يتحمل نتيجة الانتخابات. من يشارك ليتحمل نتيجة الظلم، ليتحمل نتيجة الخراب، ليتحمل نتيجة السير بالعراق نحو الهاوية. من يوافق على المشاركة في انتخابات لا تأتي بالخير للعراق فهو مشارك في الفساد. من ينتخب الفاسد فهو فاسد، ومن ينتخب القاتل فهو قاتل، ومن ينتخب المجرم فهو مجرم، ومن ينتخب المقنع بقناع الدين مزيف بعيدا عن الدين الحقيقي فهو مزيف مثله. وبالتالي يفترض بالمواطن العراقي أن يحترم صوته لأنه أمانة، وبالتالي على الأقل لا يشارك في هذه الانتخابات لإيصال رسالة حقيقية للعالم أن هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي. أما الذهاب للانتخابات بحجة التغيير فقد سئمنا من هذه الحجة، لأننا منذ عام 2004 وحتى اليوم لم نلمس أي تغيير حقيقي في إطار العملية السياسية. وبالتالي أعتقد أن قضية المظاهرات السلمية الشعبية هي السبيل الأمثل لإيصال العراق إلى مرحلة الانتخابات الحقيقية بعيدا عن القتلة والمجرمين وسراق المال العام الذين أوصلوا البلاد إلى
هذه المراحل الخريبة من الخراب السياسي والاقتصادي الذي لم يشهد له العراق في العصر الحديث أي مثيل، وبالتالي هم مسؤولون ومن ينتخب هؤلاء سيكون شريك لهم في هذا الخراب. شكرا لك دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.